الدرس السابق تعلمنا كيف نقوم بإضافة شاشة النهاية والتعليق التوضيحية. الآن في هذا الدرس سوف نتعلم كيف نستخدم البطاقات. هذه شاشة البداية النهاية والتعليق التوضيحية تظهر هنا، وهذا الأساس اشترك في القناة. أما بالنسبة للبطاقات فوضعها يختلف. هنا نقوم بإضافة بطاقة، إما تحدد إما فيديو أو قائمة. هنا على أساس تختار قوائم تشغيل، وهنا على أساس التحميلات، يعني في فيديو عندك تقوم بإنشاء بطاقة. الآن انضافت معي، لاحظوا فين موقعها، نسحبها. هنا نضغط على أساس نحدد فترة زمنية. عندك أقصى شيء من 1 إلى 5، 5 بطائق فقط. لما يوصل شكل المؤشر بهذا الشكل نستطيع أن نسحبه. الآن نضيف البطاقة الثانية اللي هي إنشاء بطاقة. بعد هذا نقوم بالسحب، يعني عندك 5 بطائق، فأنت تعمل حسابك تخلى المسافة يعني نوعا ما متناسبة، أساس ما تكون بطاقة بعد بطاقة بشكل مزعج. حاول أن يكون البطاقة بنفس المحتوى، يعني على الكمبيوتر تجيب بطاقة تتكلم على الكمبيوتر، لا تجيب شيء ثاني. طالما انه دخل فهو مهتم بالشيء هذا. الآن نضيف البطاقة الرابعة. نجي للبطاقة الخامسة والأخيرة. هنا في عندك إما أنك تضيف قناة ترويج لقناة أخرى، أو استطلاع رأي، أو أنك تضيف رابط لموقع معتمد، يعني مش أي رابط. بس هنا نضيف قائمة، لكن من ضمن قوائم التشغيل، يعني داخلها عدة مقاطع. هذه الدورة تحترف الفوتوشوب. لاحظوا القوائم تظهر بهذا الشكل، هذه هي القوائم، إذا ضغطت عليها بزر الماوس بتظهر عندك. هذا طبعا القائمة، هذا مقاطع فيديو. الآن نقوم بعملية تشغيل الأساس. لاحظوا هذه هي اللي ظهرت على الشاشة، على أساس تلفت الانتباه المشاهد في فيديوهات أخرى، على أساس ما يخرج من قناتك يعني باختصار. هذا كان درسنا لهذا اليوم عن البطاقات، وإن شاء الله نلقاكم في دروس أخرى بإذن الله.